أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم معنا في متابعة عرضنا الإخباري الموجز من التلفزة الموريتانية. ترافقني فيه الزميلة عائشة من تعلي بورو لتقديم موجز بلغة الإشارة. نظم مئة الشباب اليوم بالعاصمة بعد صلاة الظهر مسيرة احتجاجية على الهجوم الذي قامت به حركة إيرا غير المعترف بها قانونيا على فقه مذهب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة النبوية. وشجما لإقدام هذه الحركة على حرق كتب المذهب المعتمدة، انطلقت هذه المسيرة من المسجد الجامعي باتجاه القصر الرئاسي، حيث استقبلها رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، وقد استمع سيادته لمطالب المحتجين باهتمام كبير، مستنكرا هذا التصرف الخارج على قيم الدين والمجتمع. وقد أكد رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز للمحتجين أن الدولة ستتخذ الإجراءات المناسبة بخصوص هذا الموضوع. الدولة إن شاء الله ستتخذ الإجراءات اللازمة والإجراءات الضرورية لهذه القضية إن شاء الله، حماية ديننا من هذا المجرم ومقدساتنا إن شاء الله. كونوا مطمئنين، كونوا مطمئنين على الدولة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وعن النوع المسائل لا يمكن أن يخلق بها، وعن الدولة الحكومة والعدالة، حكومة وعدالة تتخذ الإجراءات اللازمة الضرورية تتبعا للقوانين والنصوص والدستور إن شاء الله. ويأتي هذا الاحتجاج استنكارا للتصرف الذي قامت به حركة إيرا غير المعترف بها قانونيا يوم أمس، حيث نظمت تجمعا بمقاطعة الرياض أعلنت فيه الهجوم على فقه مذهب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة النبوية، وفي سابقة هي الأولى من نوعها أحرق هؤلاء كتب المذهب المعتمدة. أعضاء إيرا قاموا بتنظيم صلاة في العراء قبل أن يأمروا بحرق كتب المذهب المعتمدة، والكتب التي تم إحراقها بمشاركة أنصار المبادرة هي مختصر خليل، منح الجليل على شرح مختصر خليل، المدونة الكبرى لابن القاسم بمجلداتها الستة، تفسير ابن عاشر لميارة، حاشية الدسوقي بأجزائها الأربعة. جدير بذكر أن الكتب التي تم حرقها من طرف أعضاء وأنصار منظمة إيرا معتمدة في جميع المحاضر الموريتانية، وقد تلقاها المسلمون بالقبول والرضا منذ قرون، وهي مكرسة لعلوم التوحيد والفقه والصلاة والصوم والزكاة والحج. وتتناول هذه الكتب بالشرح والتفصيل مذهب مالك إمام دار الهجرة، ولم تحرق أمهات مراجع الأمة خلال 14 قرنا إلا من قبل التتاري والمغول. ووصف أعضاء ما يسمى بحركة إيرا هذه الكتب بكتب النخاسة، ونفوا صفة العلم عن أصحابها متهمين إياهم بالضلال، وداعين إلى استبدال ما تضمنته من آراء لعلماء أجلاء باجتهادات شخصية. وله الحديث كتب النخاسة معدينها بشر، معدينها بشر ضالين، معدينها بشر طغاة، معدينها بشر ولام وظلمة، ومساقين على الدين ومساقين على مولانا. وكتوبيانا هذو تباروا انتم عن النار، خلوا النار تشعل. كتوب خليل، كتوب خليل وابن عاشر والأخضري، شروح خليل وابن عاشر والأخضري ومدونة الكبرى والحطاب، هذو جملة من كتب النخاسة. خلوا جناي سباش قابلوا معه. وهذه المحرقة قعدوا، خلوا الناس تشوف، قعدوا انتم قعدوا قعدوا تركب شو الله أكبر.
كافي كافي كافي.